أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة، وكمان أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا لقاءاتنا لأول مرة، وبنقول للجميع أسعد الله دائما منامكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. النهارده معاكم هتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى في المنام، وهيكون معانا في لقاء النهارده رؤية الأنف في المنام وتفسيرها. وطبعا كلنا عارفين في الواقع إن الأنف هي اللي مسؤولة عن حاسة الشم، وبالتالي مظهرها في المنام هيكون دلالة للرأي على حالته النفسية في الواقع. يعني هنقول إن أي حد شاف رؤية في المنام إنه أنفه جميلة ونظيفة، فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على إن الفترة المقبلة عليه هتمر بحياته بحياة جميلة وخالية من المشاكل والعقبات، وكمان هتكون دلالة عليه على راحته النفسية في الفترة المقبلة. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم. طيب، وكمان إن كان في حد في الواقع عنده شوية حالة يأس بقى وفاقد الأمل في تحقيق أمر معين هو نفسه إن هو يتحقق في الواقع، وشاف رؤية في المنام إن هو بيتنفس من أنفه نفس عميق، فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي على إن الأمل هيرجع تاني ويتجدد في الأمر اللي هو كان يأس منه فيه في الواقع. يعني ممكن نقول إن الطالب اللي في الواقع شايف نفسه إن هو فشل في الدراسة ومفيش حاجة اسمها فشل، وانتابه حالة من اليأس في الواقع وشاف رؤية في المنام إن هو بياخد نفس عميق من أنفه، فالرؤية هنا دي هتكون دلالة ليه على عودة الأمل وإنه هيبدأ ينجح تاني في دراسته ويتفوق. وكمان هنقول إن الإنسان المريض في الواقع إن شاف رؤية في المنام إن هو بياخد نفس عميق من أنفه، فهنا الرؤية دي هتكون دلالة ليه على إنه في القريب سيتم شفاءه وتحسنه وصحته هتيجي على العلاج. وكمان ان اي حد في الواقع كان خسر اموال في اي شيء بقى، مرض او تجارة او ايا كان، وشاف نفس الرؤية دي ان هو بياخد نفس عميق من انفه، فكده الرؤية دي هتكون دلالة ليه على ان في اموال كتير جاية اليه في الطريق، وان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا هيعوضه عن الاموال اللي كان خسرها في الاول. والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم، واسعد الله دائما منامكم. طيب، وهنقول إن كان الرأي في الواقع عنده ابن ولد وشاف رؤية في المنام إن الرأي طبعا أنفه جميل وكويس ومفيهوش أي شيء مضايق الرأي داخل الرؤية، بتكلم هنا على أنف الرأي مش على أنف ابنه، فهنا الرؤية هتكون دلالة للرأي على حسن أخلاق ابنه، وكمان إن هو هيشوفه دايما في أحسن الأحوال. طيب، وهنقول إن أي حد شاف رؤية في المنام إن هو رافع أنفه لأعلى، بس مش أعلى أوي يعني، فهنا الرؤية دي هتكون دلالة للرأي على علو شأن ليه وعزته بين الناس في الواقع. طيب، وكمان هنقول ان الرجل المتزوج في الواقع وكان لسه ما عندوش ابناء وبيتمنى من الله سبحانه وتعالى ان مراته تحمل وتنجب ويكون عنده ابناء، وشاف رؤية في المنام انه عنده اكتر من انف في وجهه، فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على قرب حمل زوجته وعلى انجابها، وهيكون كمان ليه اكتر من ابن واحد في الواقع، وهيكون على الاقل فيهم ابن ذكر كما قدر الله سبحانه وتعالى. طيب، وكمان ان الرجل اللي عنده بنت بقى في الواقع في سن الزواج وشاف رؤية في المنام ان هو بيبكي وهو سعيد داخل الرؤية، وان الدموع بتنزل من انفه، فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على قرب زواج ابنته في الواقع. والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم، واسعد الله دائما منامكم. طيب، وهنقول بقى ان الانسان اللي في الواقع تاجر وشاف رؤية في المنام ان انفه لونها ذهبي او كان لونها فضي، فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على رواج تجارته والربح منها ارباح كبيرة. وكمان برضو هنقول ان اي حد يشوف رؤية في المنام ان هو بيشم بانفه رائحة جميلة واعجب بيها داخل الرؤية، فكده هنا الرؤية دي هتكون دلالة للرأي على ان في اخبار جميلة وسعيدة وبشرة خير كمان جاية اليه في الطريق. طيب، وكمان ان الرأي ان شاف رؤية في المنام ان هو معاه ناس كتيرة قوي داخل الرؤية، وكان اللي واضح فيهم هي انفهم بس، فالرؤية هنا هتكون دلالة واشارة للرأي، خلي بالك في ناس كتير قوي في الواقع بتتابع حياتك ومراقباك، وانت للأسف مش واخد بالك منهم، لان اللي بيتابعك ده اكيد هيبقى حاسدك، وعليك بالرؤية الشرعية ان شفت رؤية زي دي في المنام. طيب،
وإن كان في أي حد في الواقع عنده هم أو ضيق وكرب وشاف رؤية في المنام، أنفه واللي كان لافت نظره داخل الرؤية فتحتي أنفه، يعني فتحتين الاتنين بتوع أنفه، فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على قرب الفرج واليسر بعد العسر. بس زي ما العسر معاه اتنين يسر، فالرائي برضو علشان شاف الفتحتين بتوع أنفه، فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على يسرين أو فرجين، مش فرج واحد. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم. طيب، وهنبدأ ونشوف مع بعض المرأة الحامل وإن شافت رؤية في المنام إن هي بتشم رائحة جميلة وعجبتها الريحة، فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على إن المولود هيكون ذكر كما قدر الله سبحانه وتعالى. طيب، ونشوف الفتاة العزباء اللي متقدم ليها شاب للزواج منها في الواقع، وشافت بقى رؤية في المنام إنه ليه أنف مثل أنف الفيل، ما تتخضش، فالرؤية هنا دلالة ليها على إن الشاب ده من عيلة عريقة وعيلة أصيلة. طيب، والإنسان اللي في الواقع حاله متوقف شوية في أمور كتير، أو زي ما الناس بتقول كده الدنيا بقى معقدة معاه، وشاف رؤية في المنام إن هو مصاب بالزكام في أنفه، وإنه نظف أنفه من المخاط بتاع الزكام وزال الزكام منه، فالرؤية هنا هتكون دلالة للرائي على إنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الفترة المقبلة هيزول كل الصعوبات والعقوبات ووقف الحال اللي هو بيمر بيهم، وهتتيسر أموره وتنفك كل العقد اللي كانت في حياته. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم. طيب، وهنقول ان اي حد شاف رؤية في المنام ان انفه اكبر من الواقع بس مش اكبر بكتير قوي، فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على زيادة في رزقه كله، يعني زيادة في الاموال او زيادة في الابناء او تحسن احواله الصحية عن ما هو فيه في الوقت الحالي، وكمان دلالة للرائي على نجاحه في عمله وتفوقه فيه. اما ان الرجل المتزوج وان شاف رؤية في المنام ان هو معاه زوجته في الرؤية وهما الاتنين كان ملحوظ ليه ان انفهم اكبر من اللي في الواقع، فكده الرؤية هنا هتكون دلالة ليه على انسجام حياتهم الزوجية وسيرها بطريقة جميلة وناجحة، وليس هناك مشاكل بينهم في الوقت الحالي، وان شاء الله سبحانه وتعالى وليس بينهم مشاكل في اي وقت في الايام اللي جاية. طيب، وهنقول ان اي حد شاف رؤية في المنام ان في شعر كتير في انفه، فالرؤية هنا هتكون دلالة للرائي واشارة ليه على انه لا يترك عمل اليوم للغد، وان هو لازم ينجز عمله اول باول او دراسته اول باول، ما يأجلهاش لبكرة. لكن الرؤية دي هتختلف بقى مع الانسان المديون في الواقع وتراكمت عليه الديون في الواقع وشاف رؤية في المنام ان شعر انفه كثير وهو شاره أو أزاره، فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي إنه إن شاء الله سبحانه وتعالى هيسدد ديونه في الوقت القريب. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم. طيب، وهنشوف المرأة المتزوجة واللي زعلانة كده شوية مع زوجها في الواقع وشافت رؤية في المنام إن زوجها بيضربها بالبوكس أو بقبضة إيده في أنفها، فما تقومش بقى من النوم تتخانق معاه وتضربه بجد، لان الرؤية جميلة ليها جدا وبتدل ان زوجها في اليوم ده هيصالحها، ومش بس هيصالحها، لا ده هيصالحها بهدية كمان. وبالتالي نقدر نقول ان المرأة المطلقة ان شافت رؤية في المنام ان طريقها جاي يزورها في منزلها، واول ما فتحت ليه الباب ضربها بقبضة ايده او بالبوكس في انفها وهي كانت مبسوطة وسعيدة، فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على انها هترجع تاني ليه ويتزوجه، وانه هيدفع ليها مهر من اول وجديد تاني، وكمان هيكون مهر كويس وكبير. والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم، وأسعد الله دائما منامكم. وتمام كده، أشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.